مش هنفرح بدري يا كابتن، خلينا نروح لارض الملعب ونورهان طمان ولقاء مع مستر ديفيد ديفيز المدير الفني. اتفضل يا نورهان. برحب بيك مرة أخرى يا كابتن هيثم، برحب بضيوفك الكرام، ومعانا طبعا نجم اليوم مستر ديفيد ديفيز مدير الفني لطبعا فريقنا ونجومنا نجوم كرة اليد. برحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. شي ويلكم يو والأهلي تي في. شكرا. ألف مليون مبروك، وكلمنا النهاردة عن يعني اليوم إزاي كان صعب والمباراة عدت عليك إزاي. How it's going? Yeah, well, to play against Zamalek always is really complicated. دايما ماتشاتنا مع الزمالك تبقى صعبه ومعقده. And well, we started really good the match and الحمد لله. Everything was good, but كل حاجه كانت ماشيه كويس. We know that they always have the power to come back. احنا عارفين ان هم هيرجعوا، وكنا عاملين حسابنا على كده، لان هم طبعا فرقه محترمه وفرقه كبيره. Well, but at the end, we know that we never gonna win a match of 10 goals. We always have to suffer. وكنا عارفين الماتش اكيد مش هيخلص 10 تجوان، لازم هنعاني، وفي الاول في الاول وفي الاخر اهم حاجه المكسب. طيب خلينا عايزين يعني كلمنا عن اصعب لحظات المباراه. Most difficult time in the match. The most difficult time. All the time. I mean كل الماتش طبعا. Yes, اول 60 دقيقه كلها. Yeah, when you are winning 5 goals you think no we have to go to 6 or 7. بتبقى محتاج ان انت توصل لستة وسبعة. بعد كده بيحصل نزول فتضطر تعلى تاني. 4-3-1 again. So الماتش الوقت بيعلى ويوطى، وانت في كل لحظات الماتش صعبه. عشان كده قلنا ان الماتش معقد وصعب. كل المدرب بيبقى عايز انه يخلص الماتش او يقفل المباراه، لكن ما عمرها ما بتحصل يعني. طيب علي زين النهارده للاسف يعني طبعا اصيب، يعني طبعا حظ سيء النهارده، ولكن اكيد يعني علي زين نجم كبير. عايز اساله ليه اخر نزول علي زين في بدايه المباراه؟ هي دونت بوت علي فروم ذا ستارت اوف ذا جيم. بداتش بعلي زين سؤال. هو علي معانا بقى لي يومين، فطبيعي لسه ما تجنسش مع الفرقه، ومع يعني ده هو ما قالوش، بس احنا متكلمين فيها بالماتش ان هو اوريدي هنبدا بالناس اللي بنلعب بيها طول الوقت. الدنيا مش كويس، مش هنحتاجه، حصل حاجه. I'm talking about what we took up. انا بسال السؤال ده لانه تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي انه الناس كانت يعني عايزه تشوف علي زين من اول مباراه، بس مش سيزا علي فروم ذا ستارت اوف ذا جيم. يا مي تو. هو كمان لكن هي بيلعب في بوخارست، في دينامو بوخارست، فالموضوع مش بالسهوله ان هو اول ما يجي يرميه في الملعب. يعني ان شاء الله النادي الاهلي هيكون موجود في سوبر جلوب في السعوديه. استعداداتكم بقى الفتره اللي جايه هتكون ازاي؟ ذيس سوبر جلوب من النهارده. But now we know that we're going to play against big teams of the Champions League and yeah, we have to start from today because there's a lot of things that we change, that we agree. الحمد لله احنا اتغيرنا والفريق بيمشي لقدام، بس عشان نوصل في اكتوبر ان احنا نلعب فرق بتاع تشامبيونز ليج في اوروبا لازم شغل كتير جدا يحصل الفتره الجايه. كلمه اخيره بقى ورساله لجمهور النادي الاهلي اللي حضر النهارده طبعا واللي موجود طبعا مش بس اللي حضر. شكرا لتواجدكم معانا النهارده، واي وقت تقدروا تيجوا فيه يعني نتمنى ان انتوا تيجوا عشان تشجعونا يعني. بشكر حضرتك جدا والف مليون مبروك على البطوله. 1000 كونجراتوليشنز. ده كان لقائنا طبعا مع المدير الفني لطبعا فريق كره اليد رجالي كابتن هيثم، وده كان يمكن حاولنا على قد ما نقدر نساله عن اصعب لحظات المباراه، ويمكن حاولنا كمان ان احنا ننقله تساؤلات بعض الناس حول علي زين وحول اخر تطورات اصابته. دي كان لقائنا هنا مع المدير الفني. شكرا لكم وعوده مره اخرى الى الاستوديو. نورهان طبعا بشكرك شكرا جزيلا.